اللاعب الصاعد القادم من كندا تمكن في فترة قصيرة من إثبات نفسه في الوطن الأم، وبعد استدعائه إلى صفوف منتخب الشباب السعودي انضم للاتفاق ونال ثقة مدربيه وأصبح لاعب يعتمد عليه في الفريق الأول. طبعا الغامدي ضيف الصدى في حديث خاص مع طلال الغامدي، نتابع. أنا اتفاقي. مساكم الله بالخير مشاهدي الكرام، ضيفنا وضيفكم اللاعب والنجم والموهبة أحمد الغامدي اللي استطاع هذا الموسم أن يسجل اسمه وأيضا الموسم الماضي، وكان حديث الجمهور الاتفاقي نظير ما يقدمه من السعود. اليوم هو ضيفنا، وشي خلينا نتعرف عليه، نقول لك أهلا وسهلا فيك. الكل يسأل من هو أحمد الغامدي، كيف كانت بدايتك في كرة القدم؟ عندما كنت صغيرا انتقلت عائلتي إلى كندا لأسباب تتعلق بالتحصيل العلمي، وهناك تعلقت بكرة القدم، ومع مرور الوقت تنقلت بين عدة أكاديميات خاصة تعنى بتعليم قواعد اللعبة للصغار، والأكاديمية الأكبر كانت بلايس سوكر أكاديمي في بريتش كولومبيا وبالتحديد في فانكوفر، والتي استمريت فيها وطورت مهاراتي حتى بلغت 16 من عمري. وعندها لعبت للمرة الأولى مع فريق باسيفيك اف سي الذي ينشط في الدوري المحلي، وهناك أثبتت نفسي في صفوف الفريق حتى تلقيت دعوة للالتحاق بمنتخب السعودية للشباب، ومن هذا الباب وصلت إلى نادي الاتفاق أحد أعرق الفرق في المملكة العربية السعودية. هذه قصتي وكيفية وصولي إلى الدمام. أسعى الآن إلى إثبات نفسي أكثر والتقدم مع الفريق. كيف اخترت نادي الاتفاق بين الأندية السعودية؟ لماذا نادي الاتفاق بالذات؟ الدافع وراء التحاقي بفريق الاتفاق هو تاريخه في كرة القدم السعودية واهتمامه بالقاعدة وتطوير اللاعبين الناشئين والأخذ بيد الأفضل منهم للمشاركة في مباريات الفريق ومنح اللاعب الوقت الكافي والفرص لإثبات ما يملك من طاقات مخفية. شاهدناك تلعب، تؤدي دور هجومي، تؤدي دور دفاعي، وش الخانة اللي أنت تحب تلعبها وتبدأ فيها أكثر؟ أكثر مركز أفضله هو مركز لاعب الوسط المهاجم، كما أرتاح أيضا باللعب كجناح أيمن أو أيسر. طيب خلال متابعتك الدوري السعودي، من الأندية اللي تتابعها دائما تحرص على مشاهداتها غير نادي الاتفاق؟ نادي الأهلي. طيب المنتخب السعودي أكيد طموح لك، إيش طموحك في الفترة القادمة؟ متى نشاهدك في المنتخب ولا لسه تحتاج وقت؟ Hopefully soon. أعتقد أنه في غضون فترة قصيرة سأصل لمستوى يؤهلني لذلك. من لاعبك المفضل عالميا، اللاعب تحرص على تشاهده دائما عالميا؟ كريستيانو رونالدو. رسالتك لجمهور الاتفاق ايش تقول لهم، ايش توجه لهم؟ شكرا على دعمكم المتواصل وعلى ثقتكم بي، واتمنى ان اقدم على ارض الملعب ما يتناغم مع هذه الثقه. ايش يعني لك ثقه المدرب انه خلاك تلعب اساسي وصار يعتمد عليك كثير؟ هذا يعني لي الكثير، المدرب الاوروبي يعتمد علي ويثق بقدراتي، واتمنى ان اتمكن من اثبات نفسي بشكل أكبر لأثبت أن الثقة في مكانها. هذا يفتح الفرص أمامي للعب ومساعدة الفريق.